وللحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف القس هاني عزيز، راعي الكنيسة الإنجيلية الوطنية. مرحبا بك معنا في نشرة الثامنة. وكيف تنظرون لزيارة جلالة الملك المعظم لقداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية في مقر قداسته في إطار الزيارة التي يقوم بها جلالته إلى حاضرات الفاتيكان؟ شكرا لكم لأجل الاستضافة. بصراحة زيارة جلالة الملك إلى الفاتيكان هي ردا للحفاوة اللي قداسة البابا استقبل بها هنا في البحرين عندما دعا جلالة الملك قداسة البابا وشيخ الأزهر إلى البحرين. وهذه الزيارة تركت أثرا كبيرا جدا جدا في نفس قداسة البابا، لأنه حقيقي كان الحفاوة والفرص الكبيرة اللي أخذها أنه يتواصل مع الجالية المسيحية في البحرين من خلال الاجتماعات في استاد الوطني وزيارة الكنائس وزيارة ولقاءات مع الكهنة والقساوسة، وكان فعلا لقاءات مثمرة جدا جدا. وعلى ما أعتقد أن قداسة البابا عندما زار البحرين لم يكن يتصور أبدا هذه الحفاوة اللي البحرين وجلالة الملك يستقبلوا بها. يعني أنا أذكر شيء، أنه لما قداسة البابا أقام قداس في الاستاد الوطني، الوفد المرافق لقداسة البابا عندما ذهبوا إلى الاستاد ووجدوا خارج الاستاد هدوء تام ونظام تام، فعلا شعروا بخضة يعني. وقالوا إيه ده، هم فين الناس؟ كانوا متوقعين أن الناس يبقى برا ويزحموا على قداسة البابا، ولكن هم انبهروا من التنظيم الرائع اللي قامت به كل الوسائل والمؤسسات المعنية. ولما دخل قداسة البابا الاستاد لقى ان كل الاستاد مليان عن آخره، وشاف وتعجب من النظام الرائع اللي كان موجود. فده شيء طبيعي جدا انه بعد هذه الحفاوة الكبيرة جدا جدا اللي استقبل بها قداسة البابا، انه يقدم دعوة الى اخيه جلالة الملك حمد المعظم انه يروح ويستقبله بنفسه في المقر الباباوي بحفاوة تليق بجلالة الملك. وحقيقي لما بننظر الى قداسة البابا، مش كتير يلبي زيارات ومش كتير يستقبل رؤساء وملوك، ولكن أنه يعلم جدا مكانة جلالة الملك في صنع السلام وفي التعايش السلمي، ويعلم جدا موقف البحرين والبحرينيين كبلد للتسامح وللتعايش. لولا كل هذا ما كان جاء قداسة البابا لزيارة البحرين، وأيضا ما كان قدم دعوة لأخيه جلالة الملك المعظم الملك حمد. فهذه الدعوة وهذه الزيارة من قبل كانت فعلا بتدل على أواصر المحبة والتفاهم والاحترام المتبادل والرؤية المتبادلة في السلام وفي التعايش السلمي بين البلدين. نعم، القس هاني عزيز، راعي الكنيسة الإنجيلية الوطنية، شكرا جزيلا لك.